قرار جمهوري باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 338 لعام 2021 باعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة ولا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية. هناك صورة أخرى لهذا القرار، وبموجب هذا القرار يكون تعيين فضيلة المفتي بموجب قرار من رئيس الجمهورية وليس من قبل هيئة كبار علماء الأزهر كما كان معمولا فيه بالسابق. يعني بعد ما كان هيئة كبار علماء الأزهر هم اللي بينقوا مفتي الجمهورية، ده اتغير وبقى رئيس الجمهورية هو اللي هيحدد مفتي الجمهورية. وصدر هذا القرار وقال يعني في هذا القرار مبروك لدار الإفتاء هذه الاستقلالية وكل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا القرار التاريخي الذي ده الكلام اللي مكتوب في القرار حافظ به على المؤسسات الوطنية التي كان يريد البعض السيطرة عليها، اللي هو الأزهر كان عايز يسيطر على دار الإفتاء وتحويلها إلى وكر إخواني مثلما فعلوا في الأزهر. معنا في هذا الشأن الأستاذ عادل نعمان الكاتب الصحفي والباحث بالشأن الإسلامي. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك. يعني قرار يمكن كان متوقع في الشهور الماضية، لكن يعني هو خطوة في اتجاه لنزع بعض سلطات مشيخة الأزهر. بداية أنا أحب بس أوضح لحضرتك أنه أنا من أنصار فكرة الدولة المدنية، أو نقولها صراحة الدولة المدنية، أيضا من أنصار فكرة إبعاد الدين عن السياسة وعن الحكم. عظيم جدا. أيوة. وأيضا من أنصار فكرة أنه أن تقف الدولة من الأديان كلها على مسافة واحدة، وأنه لا يستدعى رجل الدين للبحث بالمسائل الحياتية والاقتصادية والسياسية الاجتماعية وغيرها. دي بداية عشان أقدر أقول أنه هذه الخطوة جزء على الطريق، أو نقدر نقول خطوة على الطريق. تمام. ألا تتغول، وده نقطة مهمة جدا، مؤسسة على الحياة الفكرية والثقافية والاجتماعية بحيث ان احنا نكون اسرى هذه المؤسسة، سواء كان الازهر او غيره. اي الامر الثاني ايضا انه احنا لما نقول انه اختصاص دار الافتاء بالفتوى عشان ما في ازدواجية، واحنا شفنا كويس جدا انه دار الافتاء كان لها موقف من الطلاق الشفوي والازهر له موقف مختلف تماما، واصبحنا ضحية اراء مختلفة وتغول تيار سياسي منعدم الضمير على المشهد بصفة عامة على حساب مصالح الناس. إذا معناها إنه هذا قرار السيد الرئيس قرار صائب جدا، إنه يبقى في مؤسسة متخصصة في الفتوى ما يبقاش لها جهة أخرى التأثير عليها بسرعة أو بأخرى. يعني لازم المفتي ده يبقى مستقل، يبقاش فيه هيئة تبقى متسيطر عليها من قبل الإخوان، تعينوا وتجيبوا وترشحوا وبعدين تطلبوا الإرادة تماما في قراره. أيوة. طيب يعني احنا شفنا انه بعد صدور هذا القرار ونشره شفنا اول فتوى من مفتي الجمهورية انه طلع بيتكلم عن تحديد النسل، وقال ان حتى الصحابة كانوا أول من آمنوا بتنظيم الأسرة. هل ده كان موقف يعني تعارض وخلاف بين الرئاسة وسياستها وبين مشيخة الأزهر وتعاليمه وفكره؟ أنا مش عايز كل فتوى من الفتاوى أرد إنه كان لها سند من الصحابة، وإلا إحنا هنبقى أسرى الصحابة. أي خلي بالك ان هذه سقطة ايضا في هذه الفتوى، انا بعتبرها
إذا معناها إن أنا لما يكون ما عنديش سند تاريخي أو مرجعية تاريخية للصحابة في مسألة من المسائل مش هقدر أتخذ قرار فيها. أنا عايز يبقى قرار الأزهر، قرار الفتوى نابع من ضمير المفتي ذاته ومن مصالح الناس، لأنه الحكم يدور مع المصلحة وجودا وعدما. الأحكام حتى اللي نزلت في القرآن نزلت وفقا لظروف معينة وأحداث محددة بذاتها وقضايا قد شملت الناس ولم تشملهم بمسائل أخرى. إذا معناها أن أنا كل ما يجيني واحد علشان يفتي فتوى يقول لي أصل لها مرجعية عن الصحابة، هم الصحابة هيشرعوا، هم الصحابة هيسنوا، هم الصحابة هيدوني أحكام، هم بس أنا بقول لحضرتك أنا رأيي أيوه. أنه لا سند تاريخي لأي فتوى. هو ده كلام حضرتك، كلام حضرتك سليم وهو ده المفروض، لكن هم يعني زي ما تقول كده عايزين يضمنوا ولاء وتبعية وطاعة الجموع، جموع الشعب علشان ينفذوا هذه الفتاوى. انا شوف معلش اسمح لي يكون رايي واضح وصريح، انا ضد فكره شراء ذمم الناس او موافقات الناس. لن 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 مفيش، ما نقدرش نقول انه احنا عايزين ندغدغ مشاعر العامه اللي عشان يوافقوا على الفتاوى او ما يوافقوش. مصلحه الامه هي الاصل، مصلحه الناس هي الاصل، القصد من التشريع هو الاصل. لكن انا مش كل شويه هرجع للصحابه، ما انا هجيب لك بقى مثالي بالصحابه وهجيب لك عيوب الصحابه وهقول لك عملوا ايه وما عملوش ايه وسندي ايه ومش سندي ايه. لا، انا ضد فكره ان يكون هناك للفتوى مرجعيه اكثر من مصلحه الناس وامور الناس. ايوه ارجو ذلك يعني. ايوه ايوه. طيب ايه راي حضرتك يعني انعكاساته على شيخ الأزهر؟ حتى الآن مشيخة الأزهر يعني صامتة بعد هذا القرار. هو واضح جدا وجلي للعين وللي رايح واللي جاي واللي ماشي واللي واقف أنه الأزهر أصبح مخترق وأصبح واقف ضد مصلحة الناس بطريقة غريبة جدا، وأنه هو فيما يخص المسألة فيها عين. واعتقد ان السيد الرئيس قد طلب منهم قبل ذلك وقال لهم يا جماعه في مساله الطلاق الشرعي، حتى ان السعوديه وهي مصدر الدين وهو المصدر الرئيسي للدين قد تراجعت في هذا الشان، ومع ذلك الازهر مصر على موقفه. يعني هي مساله عند ولا مساله مصلحه الامه؟ لما نقول الطلاق الشرعي مهم جدا ان هو يبقى قدام المأذون حتى ما تدخش البنات في المحاكم لإثبات وقعة الطلاق، والسعودية تقول الكلام ده، وإنه النظر أمام المحكمة الأمر كله حتى في المسائل المتعلقة بين الرجل وزوجته، الطلاق لا يتم إلا بعد الفصل في كل الأمور، وإحنا ما زلنا مصرين على إن الطلاق الشفوي يقع. طب هو المسألة واضحة إن فيها عنده، يعني مفيش مش طريق واحد. طريقنا ليس مع الأزهر، طريقنا مع الدولة المدنية، طريقنا مع الفتوى التي ترتبط الى حد كبير جدا وحاسم مع مصالح الناس. فاذا معناها ان لازم نشوف سكه ثانيه. اعتقد ان السيد الرئيس قد وصلنا الى ذلك يعني، واحنا بنشجعه في هذا الامر، الفصل بين هذه المؤسسات حتى لا تتغول جهه او مؤسسه على المؤسسه الاخرى. واحنا شايفين في الفتره اللي فاتت انه الازهر مسيطر الى حد كبير جدا على دار الافتاء، والاسباب السبب الرئيسي وهو انه هذه اللجنه هي التي تختار المفتي، اسير هؤلاء الناس بصراحه شديده جدا. انت عايز تقول استقلاليه يبقى تعيينه من السيد رئيس الجمهوريه، ودي ما خلصش وقفلنا الباب عن فكره الحرج. خلي بالك انه المفتي في حاله حرج دائم مع الازهر. انت مش عايزينه الاستقلاليه علشان يقعد مع ما هو خلي بالك برضه انه الفتوى هنا ليست المفتي فقط، لكن هي لجنه من العلماء. ده انا عايز اقول انه ما فيش حد يطلع في التلفزيون يدي فتوى ولا في الراديو يدي فتوى، انه الفتوى تكون موحده من قبل دار الافتاء فقط. أيوه. هي لها الحق في الفتوى ليس غيرها. ايوه ايوه. في راي حضرتك يعني بعد ما تم نزع مؤسسه او دار الافتاء بعيدا عن مشيخه الازهر، ايه الجهه
ايه الخطوة التالية من الدولة سواء رئاسة الجمهورية او غيرها في تقليص دور مؤسسة ومشيخة الازهر؟ اتمنى انه تبقى الخطوة القادمة هي تقليص دور رجال الدين في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وان نبدأ نتجه الى المتخصصين كل في مجال الطب في الطب والهندسه في الهندسه والزراعه في الزراعه، وانه ليس للدين راي في اي مساله علميه او حتى في مساله المواريث او في الطلاق وفي الزواج وفي غيره. ان تتحول الدوله الى دوله مدنيه عصريه بالمعنى الشامل العام، بحيث انه يبقى القانون الوضعي هو الفيصل وهو الحكم في كل الامور بين الناس، حتى بين الرجل وزوجته، حتى في المواريث وغيرها. استبعاد رجال الدين يا جماعة عن الحكم وعن الحياة بصفة خاصة وعامة هو المخرج الوحيد إلى النجاح وإلى التقدم وإلى الزوال للزهار. وطالما إن رجل الدين حاطط مناخيره وأنفه وإيده وبقه ولسانه في حياتنا في الاقتصاد وفي السياسة وفي الاجتماع حتى في علم الجريمة وفي غيره، يبقى عليه العوض. لن تتقدم الأمة المصرية إلا بفصل الدين عن الحكم تماما، ولا يستدعى رجل الدين للبت او للفصل او للنقاش او لاتخاذ القرار في مساله حياتيه للناس. هذه الخطوه التي نعول عليها، وارجو انه يستجيب لها السيد الرئيس، وانا شايف انه هو اتجاه السيد الرئيس الان الى اقامه دوله مدنيه حره عشان تتقدم الدوله وتزدهر. رجله يا اخوانا فعلا متكتف، الدولة متكتفة، الدولة ما بتتحركش بهذا الاتجاه. الدافع الرئيسي للرئيس والدافع الرئيسي للدولة هي انها تخرج من عباءة الدين تماما عشان نقدر ننطلق ونقدر نتحرك الى حياة اكثر رفاهية واكثر محبة واكثر اخلاص. ايوه ده حقيقي، ده حقيقي. متشكر جدا لحضرتك الاستاذ عادل نعمان الكاتب الصحفي والباحث بالشأن الإسلامي. طبعا كان أول صدام بين رئاسة الجمهورية وشيخ الأزهر هو موضوع تجديد الخطاب الديني، وكانت هناك مواضيع أخرى تخص الإفتاء، موضوع الطلاق الشفوي وموضوع تنظيم الأسرة ويعني مواضيع أخرى هامة. كان يهم الدولة أن تكون هناك فتاوى علشان الشعب، البسطاء من الشعب اللي ما بيتحركوش إلا بفتوى من رجال الدين يعني يقدروا ينفذوا سياسات الدولة الجديدة. مثلا لما جه وتم طرح العديد من مواضيع تنظيم الأسرة رفض أغلبية الشعب البسيط، لأنه شيخ الأزهر ودار الإفتاء التابعة له في ذلك الوقت الاثنين رفضوا ان هم يطلعوا اي فتوى لتنظيم الاسره، وده ليه توابع على الدوله وعلى الدعم وتنظيم الدعم ووصول الدعم والتعداد السكاني وانفجار التعداد السكاني اللي بتعاني منه مصر على مدى سنوات طويله. جت الدوله او الرئاسه حاولت ان هي تطبق موضوع تنظيم الاسره، دار الإفتاء وشيخ الأزهر رفضوا زي ما قلت لحضراتكم، فكان ضروري أن يتم نزع دار الإفتاء من تحت سيطرة شيخ الأزهر. وبالفعل كان أول فتوى من مفتي الجمهورية هو عن تنظيم الأسرة، وعلشان يقنع الشعب وبسطائه المتدينين اللي ما بيمشوش أو ما بيغيروش أي شيء من حياتهم إلا بفتوى، أو لما يلاقوا إن في موقف من أحد الصحابة أو أحد يعني قيادات الدين وسواء الحاليين أو من الماضي مش هينفذوا هذه السياسة إلا بفتوى. فكانت أولى الفتاوى اللي ظهرت من مفتي الجمهورية عن تنظيم الأسرة. الدولة إذا كانت قامت بهذه الخطوة لأنها عارفة مدى خطورة دار الإفتاء في قيادة الجموع وقيادة الشعب لتطبيق سياسات الدولة، غير لما كانت دار الإفتاء تحت سلطة شيخ الأزهر
فكان الشعب المتدين البسيط ماشي بفتاوى بتخرج من سيطرة شيخ الأزهر وبتعكس سياساته هو، وده كان وجه التعارض بين الدولة وبين شيخ الأزهر اللي مش بس كان رافض تجديد الخطاب الديني، لكن أيضا كان رافض البعض من سياسات الدولة، ومن أهمهم موضوع تنظيم الأسرة. طبعا خيرات أي دولة مفروض إن هي بتقسم على الشعب، ولما يزيد التعداد بيزداد معه عبء على الدولة، وبتضعف الخدمات وبتضعف الخدمات اللي مفروض الدولة تقدمها إلى هذا الشعب، خدمات صحية، تعليم، في كل الخدمات اللي مفروض تقدم ده بيبقى واقف أو متوقف على التعداد السكاني. دي كانت أول دافع لكي تستحوذ الدولة على دار الإفتاء، وبالتالي زي ما قلت لحضراتكم وشرحت هو لقيادة جموع الشعب اللي ما بيتحركش إلا بالفتاوى. ده للأسف الوضع اللي وصلنا إليه بعد مرور سنوات طويلة من نشر التطرف، واللي تركوا لشيخ الأزهر وتركوا مؤسسة دار الإفتاء علشان يمشوا بهواهم، واكتشفوا مؤخرا إن هي كانت ضد سياسات الدولة. وإذا كانت هذه الخطوة عن استقلالية دار الإفتاء عن مشيخة الأزهر والآن هي تابعة ويتم انتقاء مفتي الجمهورية من رئاسة الجمهورية، يعني مفروض أننا نشهد يعني تدريجيا الابتعاد عن تطرف شيخ الأزهر وتطرف سياساته وتطرف مجلس العلماء اللي كان في السابق هو اللي بينقي مفتي الجمهورية. بالتأكيد هي حلقة من حلقات كثيرة في نقاط المواجهة بين الدولة وبين مشيخة الأزهر، هي إحدى الجولات اللي الدولة قدرت فيها أن تنتصر بانتزاع مفتي الجمهورية ودار الإفتاء من تحت سيطرة شيخ الأزهر. وحنتابع مع حضراتكم تطورات هذا الصراع والدائر بين مؤسسات الدولة وبين شيخ الأزهر.